اسمع يا ريان، سوف أغيب عن العمل عدة أيام وأجلس خلالها في البيت، فإذا سأل أحد عني فقل له أن معلمي مسافر. ولماذا تفعل هذا يا سيدي؟ لأن علي ديون كثيرة للتجار وحان وقت سدادها وليس عندي مال، هل فهم؟ نعم فهمت يا سيدي، ولكن لماذا لا تقابل التجار بالحقيقة؟ أعذر لهم. قاطع المعلم قائلا: نرفض نقول لك وكفى. تريدني أن أكذب يا سيدي وأقول للتجار أنك مسافر وأنا أعلم أنك جالس في البيت؟ صح المعلم به، نرفض نقول لك وكفاك غباء. تعلم ريان من كلام معلمي ولكنه رد عليه بأدب قائلا: عجيب أمرك يا سيدي، على أنني رفضت الكذب أكون غبيا؟ قال معلم بعصبية: ما دمت لا تفهم الكلام فأنت مطرودة من العمل كما تريد يا سيدي. عاد ريان إلى بيتي فوجد أمه بانتظاره، ولما رأته حزينا مكسرا التي سألته: ماذا بك يا ريان؟ طلب المعلم العام يعيني. استغربت الأم وقالت: ماذا؟ بأيدينا تخطى المام؟ رفضت أن أكذب. يا إلهي كيف كان ذلك؟ حكى ريان لأمه الحكاية من البداية حتى النهاية، ثم قالت له: أحسنت يا ريان، أحسنت يا بني، إن رزقه بيد الله وحده، ولكنك لو كذبت فكذبت نفسك. الحمد لله، الحمد لله إنك لو فضلت كذب حتى لو فضلت عمرك. هيا يا بني، هيا يا بني، هيا تنوع عشاك وفي الصباح تطلع